لإلقاء الضوء على تداعيات توطين وتشغيل العمالة الأجنبية وخاصة الإيرانية والأفغانية في العراق، تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أستاذة ثائرة، مرحبا بكم. كما تعرفين تتعدد أسباب ارتفاع نسبة البطالة في العراق، لو أوجزنا تلك الأسباب فإلى ما ترجعين أهم هذه الأسباب أستاذة ثائرة؟ السلام عليكم وحياكم الله. طبعا مشكلة البطالة في العراق من المشاكل المعقدة والتي تراكمت منذ زمن، خاصة بعد 2003 أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة جدا تهدد العراق وحتى وجوده، حيث يعتبر العراق اليوم من مقدمة الدول في الشرق الأوسط من ارتفاع نسبة البطالة. طبعا حجم قوة العمل، فضلا عن كون العراق من البلدان الغنية وتمتلك موارد مادية وبشرية تؤهله إن استغلها بشكل عقلاني ومثالي أن يكون من البلدان التي تتمكن من النهوض وتحقيق تنمية مستديمة تجعله في مصاف الدول المتقدمة. طبعا مع الأسف لقد تم تدمير التجربة الوطنية التي تحققت سابقا في العقود الماضية، والتي حققت تطور كبير في مجال الصناعي والزراعي والعلمي والتربوي. ويمكن بإمكان الاطلاع على تقرير، هناك تقرير التنمية البشرية الذي أنجز سنة 1994 بإشراف الأمم المتحدة، والذي يؤكد عن التطور الذي حصل على الاقتصاد العراقي بالنسبة للدليل التعليم ودليل متوسط العمر ودليل الدخل. وكانت البطالة في تلك الحقبة الزمنية متدنية ولم تصل أكثر من 6% من حجم قوة العمل. اليوم السياسات الخاطئة والحكومات العميلة المتعاقبة على السلطة بعد عام 2003 ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر. كما أن الطبقة السياسية لا تعتمد على سياسة واضحة للتشغيل وليس لديها أي تصور عن ذلك. طبعا تعاملت مع فرص التشغيل والتوظيف كمكاسب حزبية ضيقة لتوسيع قاعدتها الجماهيرية من أجل استغلالها في الانتخابات، والشباب العاطلين عن العمل يدفعون ثمن متاجرة وفساد القوى السياسية بالموارد العامة للعراق. مشكلة البطالة متراكمة منذ حرب الخليج الأولى والثانية، واستفحلت بشكل كبير ومخيف بعد الغزو الأمريكي على العراق، وفي ظل الحكومات العميلة المتعاقبة منذ سنة 2000، حيث قامت القوات الأمريكية بتدمير أكثر من 85% من البنى التحتية، 85% من البنى التحتية. التدمير كامل، واستهدفت كذلك مصادر الطاقة وغيرها وغيرها. نحن عام 2003 السنة اللي تم الاحتلال الأمريكي فيها، استهدفت جميع المؤسسات والدوائر الحكومية، يعني تدمير شامل. هذا أدى إلى انعدام فرص العمل في القطاع الخاص والعام وتعقيدات الأوضاع. طيب أستاذة ثائرة، في هذه النقطة تحديدا، وهي يعني هناك يعني عدم تشغيل أبناء البلد، لو تحدثنا بالمنطق الاقتصادي مع ارتفاع نسبة البطالة في العراق، هناك تزايد في المقابل بنسب استقطاب العمالة الأجنبية، أليس من الأولى تشغيل أبناء البلد الذي يعاني من بطالة كبيرة جدا؟ نعم، طبعا ساهم التوافد العمالة الأجنبية في تفاقم مشكلة البطالة في العراق. الذي يستقبل مئات منهم سنويا، منهم بنغلاديشيين وإيرانيين وباكستانيين، في ظل تخرج آلاف الطلاب من الجامعات العراقية وانطلاقهم إلى سوق العمل بالتزامن مع عدم تنشيط دور القطاع الخاص بسبب التجاذبات السياسية والأوضاع الاقتصادية والأمنية اللي أثرت بشكل كبير في تفعيل وجذب المستثمرين. وعلى الرغم من ذلك استمر توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في بلاد الرافدين عبارة عن فرصة ثمينة، لا سيما في قطاع الخدمات، مما شكل عبئا أمنيا واقتصاديا من خلال زيادة نسبة التحويلات المالية إلى بلادهم، وكذلك زيادة الضغط على السلع والخدمات وغيرها وغيرها. فكرة تشغيل العمالة الأجانب
العمال الأجانب فكرة مفهومة وحالة عادية في عديد من الدول، لكن في بلد مثل العراق يصل تعداد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وفي ظل نسب بطالة عالية جدا، فإن تشغيل الأعمال الأجنبية ينعكس زيادة في معدلات الفقر في البلاد، وبالتالي زيادة في معدلات الجريمة وغيرها. هناك كثير يقولون أن العراقيين لا يعملون في كل المجالات، خاصة المهن الصعبة التي تحتاج إلى جهد بدني كبير. أعتقد هذا الكلام خطأ، إذ أن في الاقتصاد رفاهية اختيار المهن تنحصر حينها تكون الأوضاع الاقتصادية سيئة، والدليل أن هناك أمثلة كثيرة تؤكد أن العراقيين يزاولون كل الأعمال، لكن المستثمرين ورجال الأعمال حتى المحليين منهم يريدون عمالا أجانب لأنه يكون أقل تركيزا على حقوقه كعامل. نعم، ولكن هناك من يقول أن السبب الرئيس لاستجلاب العمالة خاصة من إيران وأفغانستان هو من أجل عملية التغيير الديموغرافي، هل هذا الطرح صحيح؟ نعم. أستاذة ثائرة، طبعا احنا اذا ننظر من زاوية انه نسبة كبيرة من العمال الاجانب دخلوا بصورة غير شرعية ومخالفة للقانون. نعم. هناك تحذيرات للحد من العمالة الاجنبية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد وسوق العمالة المحلية. نعم. وراء هؤلاء اجندات سياسية فاسدة تؤجج من امن واستقرار البلاد. اليوم يوجد اكثر من مليون اجنبي غير مرخص في العراق. أعداد العمالة الأجنبية المرخصة من قبل وزارة العمل، هذه هي يعني حسب مواثيقة، بلغت نحو 160 ألف، وأن الأعداد الغير مرخصة تصل أضعاف المعلنة، إلا أن لم تحدد برقم معين. العمالة الأجنبية غير الشرعية لا تستطيع أي جهة إحصائها، لأن أغلبهم قادمون إلى البلاد بصفة زيارة أو سياحة، وخاصة في مواسم شهر محرم. نعم، وهناك وجود مئات آلاف من العمال الأجانب في العراق، أغلبهم يعملون في القطاعات الخدمية المحدودة والضعيفة والتي يسهل تعريضها بالعمالة العراقية من أجل تقليص حجم البطالة. وعلى الرغم من تعهد حكومة محمد السوداني بالعمل على حد من البطالة والفقر في العراق، إلا أن نسبة البطالة ما زالت تصل إلى نحو ربع القوى العاملة، وتشهد مدن عديدة في العراق خاصة في السنوات الأخيرة. نعم. أستاذة ثائرة، موضوع استجلاب العمالة خاصة من إيران وأفغانستان، هل يؤثر على الهوية العراقية، على الثقافة، على الثوابت الاجتماعية؟ نعم، وجود العمالة الأجنبية داخل العراق يشكل خطرا حقيقيا على المستويين الأمني والاقتصادي، ويستدعي إلى تشديد الإجراءات الخاصة بهذا المفهوم وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات الاستخباراتية. كل هوية عشوائية تبحث عن هوية منظمة لتنتمي إليها. قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017 نظم عملية دخول الأجانب وشروط منها الفيزا وشروط الإقامة ومدتها والكفيل وغيرها. اليوم نلاحظ العمال الأجانب أصبحوا من ذوي العقارات والاستملاك في المدن العراقية، وخاصة الإيرانيين. أنا أعرف عائلة عراقية يعني تؤجر شقة من يعني صاحب عمارة هو إيراني. تصور عراقي في بلده يؤجر ملك من إيراني وهو مستملك على أرضه، والعراقي لا يملك سوى قوته وإيجار بيته. العمالة الأجنبية اليوم لا يقتصر ضررها فقط على العمالة المحلية، بل حتى على الملف الأمني. ربما تكون منها أجندات مخابراتية، فضلا عن بعض من يحمل أفكار متطرفة وهم ما يسمون بالخلايا النائمة. الوضع الأمني في العراق حاليا لا يسمح باستقطاب العمالة الأجنبية لما فيه من تأثيرات في الدور الأمني، وخاصة أنهم أصبحوا في كل مفاصل الحياة العراقية، وبعض من هؤلاء احتضنتهم مافيات وميليشيات، مما يشكل هؤلاء خطر على الملفين الاقتصادي والأمني. طبعا نحتاج اليوم إلى تشديد في الإجراءات مثل أي دولة في العالم، تشدد في دخول الأجانب بعد أخذ الموافقات الاستخبارية، فضلا عن الوضع الصحي. لا تنسى يعني إحنا حتى خلال جائحة كورونا كانت حدودنا مفتوحة للعمال، فيعني لازم المسؤولين في الحكومة العراقية، وهذا طبعا غير وارد أنه نعم غير وارد أنه يكون هناك قانون يحد من هذه
الحالة. نعم. من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي، شكرا جزيلا لكم.